تمام. انا عمرو عيد، انا عندي 17 سنه، وانا بطل سباحه في مركز شباب الجزيره، وبحب التكنولوجيا وبرمجه الكمبيوتر، وانا في ثالثه ثانوي عام دلوقتي. ادعوا لي بقى. ان شاء الله يا بالتوفيق. رب يا رب يخش الكليه ويجيب توم فرونتين وكمان يجيب بلو يا رب. كده اقدر اقول لحضرتك يا فخامه الرئيس ان دي دعوه مستجابه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. السؤال بقى اللي انت حابب تساله سياده الرئيس. الاول صباح الخير يا ريس. اهلا، صباح الخير يا عمرو. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا عايز اقول لك ان انا سعيد جدا وفخور ان انا قدام حضرتك دلوقتي، وعايز اقول لك كمان السؤال بتاعي بقى، امتى حضرتك خفت قوي على بلدنا يا فندم؟ خفت على بلدنا امتى؟ اولا انا بشكرك يا عمرو وسعيد بيك وانا اللي فخور ان انا اقعد معاكم. وانا هقول لك على حاجه كنت ماخرها لما اطلع على ال اتكلم يعني، فلما لقيت بيقول لينا مكان، لا مش كده برضو مسمينها لينا مكان، بقى لينا مكان، فانا يعني اتمني راجل يعني كبير شويه، فدايما بفكر في الدنيا التانيه اللي هي يوم القيامه، يعني يوم لقاء الملء ربنا سبحانه وتعالى. وانا بقول لكل اللي بيسمعني، بقول لكل اللي بيسمعني وانت منهم يا عمرو، في اليوم ده صدقني صدقني، وبكره تشوفوا ان شاء الله يوم اللقاء ده، احنا اللي هنقول يا رب احنا لينا مكان معاهم. وانا قلت الكلام ده في الاول، احنا لينا مكان معاهم، فانتوا قلت هنيجي، ما قلتوا لا هيبقى موقفنا صعب قوي. ف ده الاول. طيب ربنا يكرمك. فالمهم يا عمرو انا عايز اقول لك، هو ده زي ما قلت كده السؤال، يعني ان الخوف على مصر على طول دائم يعني، لكن في الفتره بتاعت 2011 و12 و13 و14 ولما حصل الموجه الكبيره من الارهاب والتفجيرات بتاعت الكنائس والمساجد والمديريات الامن بتاعت الداخليه، اللي هو يعني قد يكون بعضكم ما كانش كبير قوي ساعتها، لكن في الوقت ده كان اي حد يشوف مصر يقول خلاص يعني خلاص يعني كده، مش عايز اجيب يعني الذكريات دي تاني غير ان احنا نفتكرها عشان نخلي بالنا، عشان نخلي بالنا. لكن بقول تاني ان كان في شباب زي عمرو ورامز وكل اللي موجودين، في شباب من مصر من الجيش ومن الشرطه ومن القضاء ومن كل حته، ومن غير تمييز لا مسلم ولا مسيحي، كل مصري دفع ثمن كبير قوي عشان البلد دي تبقى بالهدوء ده، تبقى بالسلام ده. فان كان ان كان ليا كلمه اقولها للناس، حافظوا على اللي ربنا سبحانه وتعالى وقف معانا فيه وحمل بلدي. وفي شهداء عمرو، في شهداء، شهداء 3000 شهيد، وفي 12 13 الف مصاب اصابه يعني مؤذيه جدا ما يقدرش يبقى طبيعي بعد كده. ده الثمن اللي اتدفع، ما بتكلمش في فلوس ولا في تخريب، احنا بنتكلم في ناس غالية علينا، ناس غالية علينا قدمت حياتها عشان البلد دي تبقى كده، ونبقى احنا قاعدين كده مع بعض كلنا في امان وسلام. فنسمحوا لي ان احنا في اليوم ده برضو ان احنا نوجه لهم التحية والسلام، ونقول يا رب ارحمهم، ونقول لأسرهم يعني لأسرهم اللي هي ممكن يكونوا يقولوا خلاص نسيونا، لا والله احنا ما نسينا ولا هننسى. وبقول لهم ان ربنا سبحانه وتعالى الاجر الكبير لكم في اللي قدمتوه في ابنائكم اللي هم استشهدوا عشان الدوله دي تفضل زي ما هي كده. انا كنت عايز اقول لحضرتك يا فندم ان طول ما انت رئيس بلدنا مصر بعد ربنا سبحانه وتعالى، محدش هيقدر يقرب لبلدنا ولا يمسها ابدا يا فندم. ان شاء الله ربنا.
طيب نروح بقى للأستاذ محمود، والأستاذ محمود هو الوسيم بتاعنا، الفوتوجينيك بتاعنا. ازيك يا محمود، ايه الأخبار؟ الحمد لله كله تمام؟ بخير الحمد لله. ممكن تعرفنا على نفسك أكتر؟ أنا محمود أحمد، بطل مصر في ألعاب القوى من نادي فرسان الإرادة، ولاعب في الاتحاد الرياضي المصري للأعاقات الذهنية. طيب ايه السؤال اللي انت حابب النهارده تساله لفخامه الرئيس؟ اولا ازيك يا فخامه الرئيس؟ الله يسلمك يا محمود. هو انا النهارده مش جاي اسال حضرتك. لا اسال. هو انا جاي اقول لك عن حاجه. اتفضل. يعني انا بطل رياضي وكليه التربيه الرياضيه مش بتقبلنا، وكمان كليه اعلام مش بتقبلنا كدمج، وانا كان نفسي ابقى اعلام رياضي. يرضيك كده؟ لا ما يرضينيش. خلي حضرتك. لا ما يرضينيش يا محمود. دي احنا هنحاسب بتوع التربية الرياضية وبتوع الإعلام. وهيبقى يوم النهاردة. لا طبعا يا محمود، شوف اسمع الكلام اللي انت بتقوله، كلام مهم يا محمود قوي. وانا يمكن كنت من كام يوم كنت بتكلم بقول ان الدولة ما بتعتمدش في ادارتها على الأماني ولا على النصح وتوجيه الكلام. الدولة بتدير أمورها من خلال قوانين ونظم تنظم كل شيء، مش على أن احنا نقول ايه طب نناشد فلان يعمل، أو بنتمنى أن فلان يعمل، أو الناس تخلي بالها من ولادنا وبناتنا مش عارف ايه. لا، الدولة تعمل قوانين تأمن الأفكار اللي احنا بنتكلم فيها ديت، واحنا ماشيين في كده، واحنا ماشيين في كده، وده مشوار مش قليل، لأن حجم القوانين اللي احنا محتاجين نعملها مش بس للشباب والشابات وأبنائنا، لا احنا بنتكلم على قوانين كتير قوي يمكن البرلمان بيتصدى لها، لكن احنا ناخد الموضوع ده اللي انت اتكلمت فيه. احنا فيه في الدستور وفيه في القانون تحصين للقادرون، في تحصين لهم وفي نسبة معينة من المفروض يشتغلوا في الدولة، مش بس في الدولة قطاع حكومي، لا حتى في القطاع الخاص في كل حد. فأنا عايز أقولك بس أولا ما تتألمش من موضوع الكلية ديت، وهنشوف الموضوع ده مع وزير التربية الدكتور مصطفى التعليم العالي موجود معانا، نشوف إيه الحكاية، لأن احنا محتاجين نبقى كلنا نبقى مع بعض، محتاجين نبقى مع بعض. اوعى يا محمود اتكلم واعمل اللي انت عايزه، انا معاك. طيب طبعا اذا حضرتك اذنت لي محمود ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه يكون هو اللي بيقدم معايا البرنامج ونتشرف بده. ان شاء الله يسعدنا. ان شاء الله يسعدنا. طب توريني مواهبك بقى محمود في الاعلام وسام، وورنا صحيح. من 2018 بكرم ربنا كرمني بصاحب، بكذا صاحب منهم وزير الشباب والرياضة، خدني وعملنا رابطة شباب دار الهمم، ومع الأستاذة هشام سليمان وطورنا، ومع الأستاذة هادية صاحبتي وزميلتي في البحث العلمي هادية حسني، بنعمل بحث أنا
معيد باحث في كلية تكنولوجيا الحيوية وبعمل بحث مع الأستاذة هادية. شاكر جدا جدا على النصيحة والتوجيه ده، وبهنيك على اللي انت حققته، بهنيك والله على اللي انت حققته. هنتصور وهنعمل كل حاجة.